بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، إنما كنتم وحيثما وجدتم فوق كل أرض وتحت أي سماء يتجدد النداء مع فلسطين تنادي. أسعد أن أكون وإياكم رفقة ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد براهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي. أهلا ومرحبا شيخنا. مرحبا بك سيستين. شيخنا الكريم، في حلقات مضت كنا قد تحدثنا عن القدس، عن المسجد الأقصى، عن غزة الأسيرة، عن اللاجئين، عن كل ما يمس ويرمز إلى هذه القضية المباركة. اليوم ونحن نعيش ظرفا استثنائيا ومحطة تضامن فيها كل العالم مع رمز من رموز هذه القضية، مع شيخ المسجد الأقصى، مع من له من اسمه أوفر الحظ والنصيب، مع الشيخ الرائد رائد صلاح. شيخنا الكريم، وأنت الذي عشت معه في أسطول الحرية وتقاسمت معه هموم القضية، أريد أن آخذ منكم شهادات توثق لقيمة هذا الرجل القامة، لمكانة هذا الرجل الرمز. ولكن بعد هذا التقرير القصير، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. بسم الله، توكلت على الله. مرحبا بالسجون، نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك. يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى إن شاء الله. الله أكبر. عدنا إليكم مشاهدين الكرام، وقد تعرفنا وإياكم في هذه اللمحة الوجيزة عن أسد من أسود الإسلام، وعن رجل من رجالاته في هذا القرن 21.
كنا قبل التقرير قد تحدثت مع الشيخ أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي عن هذا الأسد الهصور، عن شيخ المسجد الأقصى الشيخ رائد صلاح. شيخنا الكريم، ماذا يمكن أن تضيف على ما ورد في التقرير أو أن تفصل في توثيق شهادة لهذا الرجل العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لك يا أخي عز الدين ولكل المشاهدين مشاهدين قناة الأنيس. في هذا الوقت بالضبط ونحن نتحدث على أحد الرموز الكبار وعلى أحد الرجال الذين عز نظيرهم في هذه الدنيا، رجل يكافح عن قضيتهم والأمة، رجل اليوم يرابط ويسجن ويضرب ويهان وفي بعض الأحيان يعذب في سجنه من أجل الأقصى والقدس وفلسطين التي هي ملك الأمة. نعم. وأنا دائما أكرر هذه الجملة حتى يتفطن الناس بأن هناك أناس يموتون ويسجنون ويعذبون ويقهرون من أجل شرفهم، لأن فلسطين والقدس والأقصى هي شرف هذه الأمة. الشيخ رائد صلاح قصته لم تبدأ من أصول الحرية، بل هذه جولة من جولاته وغزوة من غزواته، وإنما الرجل هو بدأ منذ زمن بعيد وهو يناضل ويكافح بأساليبه السلمية، بأساليبه التي تعتبر هي قمة الرجولة، أن يواجه المحتل، أن يواجه الرجل المحتل بصدر عاري. واستطاع أن يفشل مخططات كثيرة خسر أو أنفق عليها الملايير واستعملت فيها عقول كبيرة جدا، ولكن الرجل بقوة الله ثم بقوته وعزيمته استطاع أن يفشل هذه المشاريع كلها. هو أول من اكتشف الحفريات في المسجد الأقصى، وأول من فضح الكيان الصهيوني في قضية يهودية المسجد الأقصى والقدس، وكان له وقفات وصيحات دوت العالم. الأقصى في خطر وإسلاماه، نداءات كان عندما يسأر بها تهتز أركان الأرض. هذه هي النوعية من الرجال التي تحتاجها الأمة خاصة في هذا الوقت. وترأس بلدية أم الفحم لثلاث عهدات. يعني انتخبه؟ نعم، انتخبه أهل فلسطين. نعم. واستطاع أن يناضل ويكافح تحت إدارة الاحتلال وينتزع حقوق الفلسطينيين، ولكن وكان له الفضل بعد الله في كثير من الأمور المتعلقة بثبات الفلسطينيين على أرضهم. استطاع أن يدير ضفة أهل فلسطين تحت الاحتلال وظلمه ويفتك حقوقهم. ثم عندما بدأت المخاطر حول المسجد الأقصى مبرا لهذا العمل رغم ما كان يعانيه من منع، وكان يعتقل هو والسجن أصدقاء، يعني هو السجن ساكن فيه داخل وخارج عليه، مرة يحاكم على آيات من القرآن الكريم بأنه يدعو إلى العنصرية والكراهية، مرة يحاكم على أنه يعرقل في عمل قوات الاحتلال عندما تقتحم المسجد الأقصى. استطاع أن يجمع الناس من جميع فلسطين حتى لا يبقى الأقصى وحيدا، وأطلق مشروعه الكبير جدا وهو شد الرحال إلى المسجد الأقصى، بحيث استطاع أن يؤجر مئات الحافلات تنقل الناس من أرجاء فلسطين لكي يبقى المسجد الأقصى دائما ممنوعا حتى لا يستفرد به الكيان الصهيوني في عملية التهويد أو الحفر أو التهديم، لأن في النهاية المشروع الصهيوني يريد لهذا المسجد الأقصى أن يهدم لكي يبنى الهيكل. هذا هو المشروع، وهذه الحلقة الأخيرة في المشروع الصهيوني. كل هذه الحملات تصدى لها الرائد صلاح عندما أسس الحركة الإسلامية
في 48، يعني كي يقولوا 48 هو الجزء الذي احتل في 1948. نعم. هذو سموا فلسطين 48 اللي ما زالوا الآن، اللي ما زالوا الآن تحت الاحتلال. غزة اليوم محررة، والضفة رغم موجود فيها الاحتلال وليس، ولكن ليس كالأراضي الأخرى المحتلة نهائيا وعلى أساس أنها أراضي إسرائيلية. فهو واجه العدو في عقر داره، داره المغتصبة. وكان يقول أنا لا يهمني، كان يقول دائما أنا لا يهمني السجن، لأن في النهاية أنا في بلدي، أنا مسجون في بلدي، أنا في تراب بلدي، أشم رائحة ولو أنا داخل السجن، ولو أنني ممنوع من كثير من حقوقي، ولكن أشعر بأنني ما زلت في وطني. فنحن كلام شعر. هذا يواجه به الرائد صلاح. نعم. كلام يواجه به هذه الطغمة، أرادوا قتله. أخا عز الدين، أنت تكلمت عن أسطول الحرية وأنت كنت معي في أسطول الحرية، وهم جاءوا بنية قتله، جاءوا بنية قتله وقتلوا شخصا وكانوا يظنون بأنه الرائد صلاح، لأن الرجل الذي قتل هذا تركي كردي رحمة الله عليه، وهو شيخ وقور يعني هادئ، كان في أسطول الحرية، واجه الرصاص بصدر عاري وارتقى إلى الله شهيدا، نحسبه عند الله ولا نزكي على الله أحد. وعندما سقط هذا الرجل كنا نسمع في راديوهات، وأنت تسمع وأنا أسمع، أنهم قتلوا الرائد صلاح لأنه شبيهه، شبيهه. ولكن الله أراد لهذا البطل ولهذا الأسد الجسور أن يبقى شوكة في حلق العدو، وهم حملوه على أنه الرائد صلاح. مع هذا ظهر لهم وخرج على سطح السفينة، وكلنا كبرنا وقتها إذا تذكرت عز الدين بأن الرائد صلاح ما زال حيا والحمد لله لم ينالوا منه. سبحان الله، وكأن الموقف يستذكر غزوة أحد. نعم، عندما قالوا بأن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فلهذا نعم شيخ، ولقد رأينا يعني آنذاك ونحن على السفينة الصهاينة لما جاءوا بالصورة، أنا رأيت الصورة ورأيت وسمعت ويتكلم بأن الرائد صلاح قتل، وكان يتكلم بالعربية، هذا الصهيوني الذي كان مكلفا بنقل الحدث، يعني أراد لأن أمر القنص كان من الهليكوبتر، من الأباتشي التي كانت فوقنا، الذين قتلونا الذين كانوا في الأباتشي، هم الذين كانوا يصطادون في الناس، يصطادون في الناس، نعم يصطادون في الناس في فوق الباخرة. ولكن أراد الله سبحانه عز وجل أن يطيل في عمر هذا الرجل لكي يكمل رسالته. وأنت رأيت الشيخ صلاح، يعني رأيت صلاح بقى معنا أسبوع في هذه الباخرة، صحيح، يعني يأكل مما نأكل، ينام كما ننام، لتواضعه، لبسمته التي لا يعني لا تغادر يعني محياه وثغره، وكيف كان يتواضع معنا، وكيف كنا نقيم معه الجلسات ويحكي لنا ما يدور في فلسطين وما يدور في الأقصى، وكيف كان يحثنا في خطبه، وتلك الكلمة التي كانت يوم الجمعة. نعم. والرجل كان يعني كلاما موزونا متقنا يريد منه أن يوصل عدة رسائل إلى كل العالم، خاطبنا ونحن على الباخرة، فينا المسلم وفينا المسيحي وفينا الديني واللاديني، واستطاع أن يوصل إلينا كلمة نتأثر بها ويتأثر بها الجميع. صحيح. الباخرة، أنت تعلم أخي عز الدين، لم نكن وحدنا مسلمين فوقها، وإنما كانوا معنا المسيحيين، وكانوا معنا غير اللادينيين، وكان معنا حتى اليهود، ذلك اليهودي الأستاذ الجامعي في جامعة السويد، وكانت معنا أورايت العقيد الأمريكي، المرأة هاته التي كانت معنا، وكيف كانت تدافع عنا عندما كنا معتقلين، وكيف يعني كانت تناظر حتى داخل السجن باللي نحن جئنا في إطار سلمية، وجئنا لكي نبين للعالم بأن هذا الحصار ظالم، وهذا الظلم أن تمنع 2 مليون من حريتهم ومن تنقلاتهم، وتغلق عليهم المجال الجوي والبحري، وتجوي أطفالهم، وتحرم عليهم الدواء. يعني نحن رأينا ملحمة، كان رائد صلاح هو نجمها، هو نجمها، لأنك كنا نسير خلف قائد عظيم استطاع لسنوات طويلة أن يواجه الكيان الصهيوني بصدر عاري. لم نعرف عن الرائد صلاح أنه حمل بندقية أو كلاشيكوف، أو وإنما بكلمته
أرعب اليهود وأخافهم، واليوم يحرمونه من كم. الآن نحن نتكلم وهو في السجن الآن، وهو في العزل الانفرادي. نعم، في العزل الانفرادي، وهو شيخ كبير. وأنا أقول رسالة، كيف استطاع هذا الرجل أن ينجب 8 أطفال، 8 أولاد، عنده 8 أولاد ورباهم، وكلهم إطارات وكلهم حاملين كتاب الله، كيف وجد الوقت ليربي أولاده وليناضل ويكافح ويدافع عن المسجد الأقصى؟ كثير من الناس يقول لك أنا مشغول، مشغول في أمور تافهة، ولكن من لقضايا الأمة؟ من يتصدر اليوم لمقارعة أهل الظلم والفساد في الأرض إذا كنت أنت مشغول وهذا مشغول والآخر مشغول؟ أليس الرائد صالح مشغول؟ وإنما هذا هو التاريخ يكتب عن العظماء. العظماء هم الذين يصنعون قصص النجاح المتتالية، ولا يخنعون أو يخضعون إلى أمورهم الشخصية حتى يتهون فيها ويخرجون من الدنيا ولا يملكون فيها أثرا. يعني لما نستذكر، أنا كأني أتحدث عن مجاهد جزائري. نعم، ونحن في شهر وهو يحب. أنا التقيت به. تحدث عن زيغوت يوسف أو العربي. نعم نعم، هذا هو مفخرة البلد. نعم، زيغوت يوسف وديدوش مراد والعربي بالمهيدي، هذا مفخرتنا، مفخرتنا. وكانوا وكلهم شباب، كلهم ماتوا في مقتبل الشباب، ولكن تركوا رسائلا، بقوا أحياء إلى يومنا هذا. اليوم العربي بالمهيدي يتكلم عليه باحترام، وبالأمس تصحح معلومة تاريخية على سعلي بومنجل الذين قالوا بأنه انتحر ولكنهم قتلوه تحت التعذيب. التاريخ لا يرحم، التاريخ ليس فيه مكان للخونة، ليس فيه مكان للجبناء. التاريخ دائما لأصحاب اقتحام العقبة، إلى الشجعان الأبطال الذين لا يأبهون بهذه المكتسبات الآنية التي تذهب عند أول مواجهة، وإنما فكروا وماتوا لكي يبقوا أحياء. هم ماتوا بأجسادهم فقط، ولكن ذكراهم موجودة في كل مكان. اليوم نحن في 2000 بنينا أكثر من 17 مشروع في فلسطين بأسماء هؤلاء الرجال: الفضيل الورتلاني، بن باديس، البشير الإبراهيمي، العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، كل هؤلاء الناس اليوم نقيم لهم معالم في الأرض المباركة. لو لم يكن لهم هذه الوقفات التاريخية والبطولات، أكنا نذكرهم اليوم؟ هكذا الرائد صلاح. اليوم الرائد صلاح يخط في تاريخ يخدمه ويخدم أمته، لأنه سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين، سيأتي اليوم هذا وهو قريب جدا. ولكن عندما تأتي الأجيال لا تقل بأن هناك الجيل الذي كان قبلنا باع وخان، لأن سيدافع عنا رائد صلاح بمواقفه، بكل ما يؤديه اليوم على الأرض. اليوم قبل البارح أقيم مؤتمرا عالميا من القارات الخمس، كلها تنادي بالحرية لرائد صلاح، رجل معروف في القارات الخمس، صار رمزا إنسانيا. نعم، رمزا إنسانيا، شهما بطوليا، لأن هذا الرجل يدافع عن قضية تهم الإنسانية. لأنك تتكلم عن فلسطين، تتكلم عن مركز الأرض، يهم كل الناس، كل الناس قلوبها معلقة بفلسطين. هذه هي الرمزية التي يجب أن نعتمدها كنماذج اليوم، وتخفق إليها الأفئدة الناس، وندافع عنها عندما يشتد الخطب حولها أو تشتد المصيبة حولها. اليوم الرائد صلاح في مصيبة في السجن، يجب أن تبقى أصواتنا مرتفعة في كل مكان، في كل المحافل، لأن هذا ظلم، هذا ليس بائعا للمخدرات وليس فاسدا، هذا يدافع عن أرضه وشرفه وعرضه وعن أرضه يملك لأمته. يعني مليار و700 مليون مسلم اليوم، إذا لم يدافعوا عن الرائد صلاح فهم خونة، وهم خارج نطاق الرجولة، لأن الرجل يضحي على أرض هي ملك تاع مليار و700 مليون مسلم. حتى أمواله سخرها لقضية فلسطين، قضية الأمة. نعم. يعني عندما أخذ جائزة الملك في السعودية، نعم، مبلغا كبيرا بالدولارات،
قال لا أخذ منه ولا دولارا واحدا. بمبلغنا شيخ حتى يفهم المشاهدين الكرام، 75,000 دولار في ذاك الوقت، يعني تتكلم الآن على 2 مليار. نعم. سخرها لوقف تعود عائداته للمسجد الأقصى، والوقف هذا اليوم، الوقف هذا اليوم أصبح بملايين الدولارات، في الأمس كان بداه والآن أصبح ممتلكات كثيرة. وحتى سنة 2020 شيخنا في تركيا نال جائزة تقدر ب 200,000 دولار، حوالي نعم. 3 ملايير، يعني جاء 200,000 دولار، تكلم على 4 ملايير. نعم. جعل نصفها لصالح أيتام سوريا، أيتام سوريا. نعم. الرجل وقفات وأسس وقف الأمة، وقف الأمة الذي الآن يعقد مؤتمر، كل عام يعقد مؤتمر تأتيه كل الأرض، يعني وقف الأمة له أوقاف كبيرة في كثير من الدول تصب لصالح المسجد الأقصى. الشيخ رائد صلاح، مشاهدين الكرام، نتمثل فيه قول القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الحديث عن هذا الرجل وعن هذا الرمز لا يمكن حصره أبدا في دقائق معدودة، ولكن لنا مع الرجل وقفات بعد هذا الفاصل. فلسطين تنادي فلب النداء. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد. كنا قد تناولنا في الجزء الأول من حلقة اليوم سيرة ومسيرة هذا الرجل الشيخ رائد صلاح. جاء في الأثر أنه لكل من اسمه نصيب، صحيح. إما بنصه أو بعكسه، الشيخ رائد هو فعلا رائد، أليس كذلك شيخ أحمد إبراهيمي؟ نعم، أنا لا أخالفك الرأي لأنه قائد ميداني بالفعل. شيخنا، كنا بين الفاصل قلت لي أول لقاء التقيت بالشيخ رائد صلاح كان سنة 2007، يعني قبل 2007 2007 كان عندنا مؤتمر في إسطنبول حول الجرائم الإسرائيلية في قضية تهويد المسجد الأقصى، وهو كان يتكلم عن الأنفاق التي كنا لا نعرفها في ذلك الوقت، عن الأنفاق والحفريات تحت المسجد الأقصى. وفي ذلك الوقت أعطانا معلومة بأنهم يضعون في مادة في أساسيات المسجد الأقصى في البيلي تاعو تحت الأرض، البيو هذوك، نعم، مش البيليات اللي فوق، لأن من البيو هذوك تحت يضعون في واحد المادة، هذيك المادة ستأكل الإسمنت والحديد مع الزمن لكي يأتي يوما، نعم، يأتي يوما ويعني يهدم المسجد الأقصى، ويقولون بأنه تهدم لوحده. وكشف هذا المخطط في ذلك الوقت وتحدث أيامها في تركيا، والرجل يعني كان يعني يصيح بصوت عالي: أنقذوا الأقصى، يعني أنقذوا الأقصى، الأقصى في خطر. متذكر تلك الكلمات التي أرعبنا بها حول ما يفعله اليهود في تهويد المسجد الأقصى. والرجل يعني اغتنم فرصة حياته، فاستطاع أن يرسم لحياته مشروعا، والدفاع عن المسجد الأقصى و عن القدس وعن كل ما يحدث في جوار القدس وعن الفلسطينيين وما يتعلق، وكان يهمه أمر سوريا وكان يهمه أمر المسلمين. وأنا عندما التقيته كان تحدث عن الجزائر، يعني تحدث عن الجزائر بكلام رائع، وتمنى أن يزور الجزائر. من ضمن أمنيات الشيخ رائد صلاح سمعتها منه أكثر من 10 مرات، لأني التقيت به عدة مرات. الشيخ بالمناسبة يعني عام 2010 كنت قد سجلت مع الشيخ رسالة وكلمة للشباب الجزائري، يعني للأسف التسجيل أنا ذاك كان تسجيل هاوي، إذا كان تقنيا يسمح ببثه سنبث الكلمة والرسالة إلى شباب الجزائر أثناء الحلقة. وهو كان دائما يقول لي: أنا أتمنى أن أزور الجزائر، أتمنى أن أسجد على أرض الجزائر، دائما كان يقول هذا الكلام. وهو يعني يتعشق في بلد الشهداء،
لأن الجزائر عندهم نموذج، عندهم نموذج، عندهم يعني أن الجزائريين أحدثوا شيء كبير في الدنيا، أنهم استطاعوا أن يحرروا بلادهم من إمبراطورية ظالمة غاصبة مجرمة قاتلة استعبدت الناس، أخذت أملاكهم أرضهم. فرنسا وما فعلت والناس كلها تعرف. نحن في الجزائر لما نتكلم على فرنسا ما كانش واحد راح يزيد على واحد يوري له فرنسا واش دارت من العذابات ولا واش دارت من مشاكل في الجزائر. تبقى الفلاح وكان يغني حتى هو في السجن، حتى هو في السجن كان يغتنم فرصة وجوده في السجن. رجل ألف كتب في السجن يعني ما عندوش وقت ضائع. هو تقريبا طبق المقولة تاع الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني تعالك إن قتلوني فقط لي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة. يعني الرجل وكان يستغل كل وقت يستغل، جمع بين البيان والميدان. وشفت يعني الرجل هذيك الجسارة والقوة اللي عنده، هما مدينه للسجن ويتبسم. يا سبحان الله، وين رايح انت؟ راك رايح يعني رايح في جولة، رايح في سياحة، تم خاذ يعني مدينك للسجن إلى زنزانة انفرادية. مع هذا يتبسم، مع هذا كان هادئا في كلامه مع الناس، كيف يمشي في مصالح الناس. يعني أهل فلسطين يحبوه، خاصة في القدس يحبونه وحبا جما، يمشي في مشاكلهم. إلا كان واحد راح يهدموا له البيت يروح يوقف معاه، لكن واحد راح يطردوه من بيته يوقف معاه، لكن واحد كانت عنده مشكلة تاع ضرائب معاه يروح هو يجمع له الأموال، وكان يخرج حتى خارج فلسطين المحتلة ويجمع الأموال لصالح هذا الناس اللي عندهم مشاكل والأرامل والأيتام. يعني الرجل كان يشتغل شغل رهيب جدا. أنا عشت معه في أكثر من جولة، كان لي الشرف أني رافقته في عدة جولات من هذه الجولات. يعني كنا في جولات كثيرة، يعني مرة رافقته في تركيا، مرة رافقته في قطر، مرة رافقته في كثير من المناطق يعني اللي كنا نزورها. كان الرجل يعني الناس كلها تهفو لتقبل جبينه لكي تسلم عليه، يعني له حب في قلوب الناس رهيب جدا. من أين أتى هذا؟ أتى أن هذا الرجل فهم الحياة وفهم فقه الحياة، فسخر نفسه للأمة. شيخ رائد ما مش تاع نفسه، مش تاع داره، مش تاع أولاده كما احنا كثير من الناس. يعطي فضول وقته للأمة، جوهر الوقت يعطيه للسفاسف هذا، لبعض الأمور اللي قيمة لها. الرائد صالح لا، عكس الله، عكس، أعطى كل وقته للأمة وما ضاع منه، ما ضاع أولاده، ما ضاعت، بالعكس بالعكس، أولاده اليوم يعيشون بكرامة وبعزة بتاريخ أبيهم، ببطولات أبيهم. يعني الناس المفروض احنا في وقت اليوم، في هذا الوقت بالضبط يا عزدين، سي عزدين، هذا الوقت رانا الأمة كلها في خطر. اللي ما وجه يشوف يشوف حال سوريا، اللي ما وجه يشوف يشوف حال العراق، اللي ما وجه يشوف يشوف حال اليمن. انت بتتكلم على حواضر الأمة الإسلامية، هذه الدول اللي ذكرتها هذه، هذا هو العمق تاع الأمة الإسلامية. اليمن والشام وبغداد ومدينة ومكة هذوما، مصر الأم الدنيا. لما تتكلم على هذا الأوطان وتتكلم على هذا المراكز، تتكلم على مركز الأرض. انظر إلى حالهم الآن. يعني هذا وقت يعني نستهل فيه، نعيش فيه لسفاسف الدنيا؟ هذا هو وقت النضال، هذا هو وقت الكفاح، هذا هو وقت الذي ينبري فيه الشباب لاسترجاع بيضة شرفهم ويعني ودافعوا لهويتهم ودينهم وانتمائهم. هذا هو الوقت. محتاج الأمة إلى هذا النوعية الآن كما الرائد صلاح في كل مكان. يعني آخر مرة سجن الشيخ رائد صلاح تزامنت مع موجة الذل والهوان التي تصدرتها بعض أنظمة الدول العربية في إعادة إحياء التطبيع. الشيخ رائد صلاح ما موقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ أخي عزيزين والله كلمة التطبيع، والله الكلمة رانا نظلموا فيها. يعني المصطلح هذا رانا ظالمين، مصطلح مليح هذا التطبيع. قولها الدياثة، قول الخيانة سي عز الدين، قول هذا نقوله بما يفهمه هؤلاء. ما أنا أقول لك يعني في بعض أحيان إحنا اللغة ولا نظلموا في اللغة. لما تقول التطبيع معناتها الحياة الطبيعية، مستحيل هذه حياة طبيعية. لما ترجع لي العلاقة مع الكيان الصهيوني أمر طبيعي، العلاقة مع الكيان الصهيوني دياثة، دياثة ديوث، الذي يطبع ديوث. والسلام عليكم، أنا نقولها هكذا ونجهر بها اليوم وغدوة ولي من هولي، هذه الحقيقة. لأنك أنت اليوم قاعد تطبع
مع عدو هو يقتل لك في أطفالك وفي نسائك ويقتل لك في شيوخك. كل يوم كاين الشهداء في فلسطين تاع زدين، كل يوم كاين الأسرى، اليوم الأسرى امتدوا حتى الأطفال الصغار. كاين واحد الفيديو البارح قاعد نشوف فيه، قلت إذا وقف لنا هذا الطفل يوم القيامة في الصراط واحد ما يعبرش، في عمره بقى في عمره 8 سنوات، يجوا الجنود لعقر الدار يهدوهم الحجر تاع يمه، هو شاد في يمه ويبكي يمه أمي أمي أمي، هم ينزعوا فيه من عند أمه ومدينه. وي كاين غطرس أكثر من هذه؟ واش جريمة الطفل أنه رمى حجارة على جندي؟ هذا طفل رب العالمين سبحانه عز وجل ومازال لم يخط عليه القلم. بعد تجي تقول لي هذه الأمة حية، هذا الطفل لو يقف يوم القيامة عند الصراط لا أحد يعبر من هذا الجيل، واحد يعبر. كيف تروا هذا الظلم وهذا المنكر وساكتين؟ من يقبل هذه؟ من يقبل هذا الظلم؟ من يقبل هذا الظلم؟ احنا من اجل وان كان احنا من دعاة حماية الحيوان في بعض الاحيان نضرب امثلة كأننا احنا قاسيين، لا احنا ماناش قاسيين. العالم اهتز لي قطة ذيك النهار، قطة كان في واحد المكان هكذا محصورة، الكاميرا تاع العالم كاع راح تصور في ذيك القطة وانقذوها، رغم واجب علينا ننقذ القطة لانها روح، وإحنا المسلمين مش احنا نعرفوا قيمة الحيوان. شوف صحيح، هذا انسان، هذا هذا اكرم واعظم واعظم خلق خلقها ربي هي الانسان، ولقد كرمنا بني ادم. يعني اليوم يهان، اليوم النساء تلد اليوم في السجن سي عزدين، اليوم السجن اسيرات. علاه؟ وشنو جريمة هذه المرأة؟ انها تدافع عن المسجد الاقصى، وقفت في وجه الجنود الاسرائيليين الذين ارادوا ان يدنسوا المسجد الاقصى. بعد تقول لي احنا اليوم سي عزدين نحن نعيش الحياة الحقيقية، تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة انه فيها مرأة تهان، شد هذاك النجس شدها مشعرها، ينحل الخمار تاعها وشدها مشعرها وجرجر فيها، وانت تشعر بالعزة الإسلام. راه عزة الإسلام هي العزة، العزة قال لك موجودة في آية واحدة في القرآن، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وراه العزة هذه. ولكن المنافقين لا يعلم. للأسف الشديد شيخ أحمد، يعني الشيخ رائد صلاح قرأت له وسمعته يقول حينما سئل عن التطبيع أنه قال من العار، من العار، من العار حد أن يدخلوا إلى فلسطين والمسجد الأقصى من بوابة الاحتلال، فلسطين تدخلها محرر. نعم، أنا ما نقدرش، أنا ما نقدرش نروح نصلي في المسجد الأقصى تحت راية اليهود، لأن الصلاة عز، الصلاة عزة سيدي، الصلاة معناه إعلان تاع انتماء، كي تلقى واحد يصلي معناه أعلن انتماءه. نعم، هل تستطيع أن تعلن انتماءك وتعلن أنت عبوديتك الحقيقية للواحد الأحد للعزيز الجبار تحت راية المحتل، تحت راية من منعه الله، من منعه الله بشرعه ألا يكون له موطن في هذه الأرض؟ اليهود محرم عليهم المسجد الأقصى، محرم عليهم المدينة، محرم عليهم مكة، لأنهم أنجاس لا يقربوا المسجد. وانت تقول لي يعني هذا كل هذا كل الوفد الاماراتي اللي جا ديك خطره وظن باللي جا المسجد يصلي تحت المسجد الاقصى بحمايه اسرائيلي؟ فهمني في هذه، فهمني في المعادله سي عز الدين، يعني كيف انت واحد ربي مانع، ربي سبحانه عز وجل ربي مانع بيدخل المسجد الاقصى لانه نجس، هذا مسجد لا يدخله الا المطهرون، يدخل هو يحرسك وانت ما تصلي، وهذاك هو نفسه من يحرسك، يحرسك من اخوانك الفلسطينيين. الفلسطينيين عمرهم ما منعوا واحد يدخل المسجد الأقصى، ولا يجوز لهم، لا يجوز للسعوديين أن يمنعون من دخول مكة أو المدينة، وأيضا لا يجوز للفلسطينيين أن يمنعوا أحد، لأن الفلسطينيين يعرفون. ولكن يقول لك أنت تقر بشرعية المحتل الذي يقتل فيها، كيف أنا الفلسطيني صاحب الأرض أمنع من أن أصلي في المسجد الأقصى، وتأتي أنت من هناك لتصلي في المسجد تحت حماية إسرائيلية تعطيه الشرعية لأعماله ولأفعاله باسم حب فلسطين وخدمة فلسطين؟ أي حب لفلسطين وأنت تطبع مع القاتل؟ صحيح، يعني أنت كل عزدين واحد أنا قاعد يقتل فيه وتقول يا الله يا شيخ ترك مليح، كيف أنا مليح بني آدم أروح سلكني؟ أنا سأموت سأقتل الآن، يعني واحد قاعد يتفرج في واحد يقول لك أني معك، يعني أنت قاعدين يذبحوا فيك هو يجري أجر ما تخافش أنا معك، ولك معي أنا سأذبح، أذبح
صحيح. فهذه المعادله الان اللي لازم الناس تفطن يا عز الدين، احنا هذه معركه حقيقيه، هذه التناطح تاع المشاريع، تاع المشاريع الحضاريه صبح تقريبا خلاص انتهى الامر، انتهى الامر يا سي عز الدين. الايام المقبله حاسمه، احب من احب وكره من كره. اليوم كاين تغيير رباني يقع في الارض، كاين تحولات اليوم في الارض ولا دخل للانسان فيها، لان الله يريد لهذا الجبروت ان ينتهي، لهذا العلو الذي وصل اليه بنو اسرائيل يجب ان يهبطوا، لازم ان يهبطوا من هذا العرش. فاحنا رانا قاعدين نشتغلوا على هذا الموضوع اساسي. بما انه تكلمنا عن الشغل شيخ، جمعيه البركه في هذه الايام ماذا قدمت او ستقدم للشيخ رائد صلاح؟ نعم، احنا الان وضعنا برنامجا لحمله قويه جدا، حمله دوليه ستكون يعني بوزن فلسطين بوصلة التي أقمناها العام الماضي، التي كانت يعني حملة قوية جدا وعبرت القارات. أيضا أيضا ستطلق اليوم الحملة في هذا اليوم بالضبط إن شاء الله أو بعد غد، أو يعني سنطلق الحملة المناصرة لرائد صلاح الذي هو في زنزانته الآن. وعندما ننصر الرائد صلاح معناه إحنا ننصر مشروع الرائد صلاح. ما هو مشروع الرائد صلاح؟ هو تحرير المسجد الأقصى. احنا هذو زعماءنا، هذو رجالنا ضحوا من أجلنا، ما ننساهمش. نديروا حملات ونديروا الذي نستطيع أن نقوم به نقوم به. احنا هذا هو، كل واحد من موقعه من ثغره. فرح نطلق حملة حول الرائد صلاح، حملة قوية كما قلت لك، لها يعني فيها محاضرات، فيها أشرطة، فيها كثير من الأمور، يعني بعض الخطب للرائد صلاح يعني مقتطعات. نعم. من بعض الكلمات سواء تعلق بالمسجد الأقصى أو تعلق بموقفه من التطبيع أو من اللاجئين أو من الأسرى، لأن الرائد صلاح له يعني له مسلسلات كبيرة في هذا المسار يعني. نعم. فهذه يعني إن شاء الله، وإحنا نعمل في جمعية البركة وهي رافد من الروافد. نحن رانا كي هذاك النهر اللي عنده عدة روافد، نحن رانا سالية صغيرة هكذا قاعدين نخدموا في هذه القضية، ونخدموا على المستوى التثقيفي، مستوى الوعي، مستوى الدعم، مستوى الإغاثة، مستوى الإعمار، كل الملفات، مستوى كفالة الأيتام، كفالة أرامل الشهداء، دعم المجاهدين، هذا كله قاعدين نقوم به احنا الآن. هذا هو، هذه نمثلوا بلادنا. ما هي يوم من الأيام ما يكتبش علينا التاريخ باللي الجزائر كانت غايبة، ولا الشعب الجزائري كان غايب، ولا المجتمع المدني تاع الجزائريين كان غايب. احنا رانا ضد التطبيع، والحمد لله احنا يعني متفاهمين في هذه القضية رسميا. رئيس الدولة كان خطابه قوي، رئيس الحكومة كان خطابه قوي، الوزير الإعلام كان خطابه قوي، الجمعيات خطابها قوي، الأحزاب خطابها قوي، سواء كانوا أحزاب شيوعيين، علمانيين، إسلاميين، وطنيين، كي يوصلوا القضية الفلسطينية سقف عالي. لن نعترف بإسرائيل، لن نطبع مع إسرائيل، لن نشارك في هذا الجرم، لن نخون أهلنا، لن نخون قضيتنا، لن نخون عهد شهدائنا الذين قالوا لن يكتمل استقلال الجزائر إلا بتحرير فلسطين. إلى ذلكم الحين شيخ، دمنا إن شاء الله وإياكم أوفياء للقضية الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، أنقلوا عن الشيخ أحمد براهيمي أن بقاء الشيخ رائد صلاح في السجن دون نصرة منا أو تضامن إنما هو خيانة وخذلان. فلسطين تنادي فلبوا النداء. إلى لقاء آخر وعدد متجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيشرفنا من هنا من تركيا من مدينة أنطاليا أن نتقدم إلى شباب مجتمع السن شمس بأغلى التحيات وأحلى التهاني على دورهم الطلائع
الذي بدأوا يجمعون هممهم وعزائمهم من أجل إحرازه نصرة لقضايا أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وفي مقدمتها قضية فلسطين. كيف لا وهؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى هذه المنظمة هم الأحفاد لأجداد لهم، جاءوا مع صلاح الدين الأيوبي ذات يوم إلى بيت المقدس ووقفوا سيفا صارما في وجه الصليبيين حتى فرقوا جمعهم وهزموا رايتهم وتحررت القدس وتحرر المسجد الأقصى، وبذل أولئك الأجداد خير جهد، قدموا الدماء والمهل والأرواح انتصارا للقدس وانتصارا للمسجد الأقصى، وبنوا ما يعرف حتى الآن بحارة المغاربة الحامية القوية المتينة للمسجد الأقصى المبارك. وها هم الأجداد بعد أن دفنوا في أرض فلسطين وكان فيهم العلماء والشهداء، ها هم الأجداد قد أنجبوا من بعدهم أحفادا يعيشون اليوم في الجزائر، وأحفادا ينتظرهم دور الأجداد انتصارا لتراث الأجداد، انتصارا لأمجاد الأجداد، انتصارا لدورهم الكبير دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. أيها الشباب، يا شباب، هذه الحركة الواعدة شمس لتكون البررة لأجدادكم ولآبائكم، ولتنهضوا على قلب رجل واحد وفي صف واحد وتحت راية واحدة، وأنتم ترددون من الجزائر لبيك يا قدس، لبيك يا أقصى، نحن قادمون يا قدس ونحن قادمون يا أقصى. صامد لا مأوى ولا بيت يا بصامد، لكن ما تخليت والله ما تخليت.